شكرا سيادة الرئيس، تحية للجنة الموقرة وتحية الحقيقة للإبداع من الحكومة اللي قدرت إنها في إطار كل التحديات إنها تقدم هذه الخطة بالصورة دي. سيادة الرئيس، عاوز أقول إنه برضو الموازنة السنة دي موازنة كانت في كل بنودها تقليدية، والحقيقة اتحركت إلى موازنة البرامج والأداء اللي إحنا طالبنا بيه أكتر من مرة، وإن شاء الله تستكمل الفترة اللي جاية. لكن إحنا سنة 16 قدمنا رؤية مستقبلية لمصر، قلنا فيها الفيجن بتاع مصر ومحدداته. السؤال الأول، أين نحن من هذه الرؤى؟ اللي اتحقق منها إيه واللي بقى إيه؟ وهل آن الأوان إلى عملية تحديث لهذه الرؤى الجديدة في إطار التحديات والتنافسيات العالمية والإقليمية اللي موجودة حاليا حوالينا ولا لا؟ سيادة الرئيس، باختصار إحنا عشان نعمل معدلات تنمية 7 و8% محتاجين معدلات استثمار من 25 إلى 30%. يبقى التحدي الحقيقي إزاي أنا أجيب هذه المعدلات وأحققها؟ ده مش هيتحقق الا اذا كانت هناك حقيقه منظومه جديده باداره جديده لمناخ الاستثمار، الجيل الجديد للاستثمار، الجيل الجديد اللي بيكلم الابداع، التكنولوجيا، الابتكار، التنافسيه على المستوى المحيط الحيوي والاقليمي امام العالم كله. انا بقول ان الفتره اللي جايه هي فتره تحدي كبير، واحنا حظنا من الاستثمار ما زال متواضع، وبقول ان احنا قدمنا اداء قضايا كبيره جدا يجب ان توضع في الاعتبار، هي قضايا الانتاجيه، قضايا الاندماج في الثوره الصناعيه، قضايا اولويات الاستثمار وتحديد الهويه الصناعيه لمصر، قضايا تخص الاستثمار العالمي واستقطاب رؤوس اموال معينه الى مصر، قضايا الحقيقه قضايا الانتاجيه في مصر، قضايا منظومه كبيره عاوزه تتبص عليها كتير. سياده الرئيس، انا ما زلت متفائل وما زلت على ثقه ان القدرات الاقتصاديه اللي موجوده والقدرات مصر الاقتصاديه قادره انها تجتاز هذه الفتره الصعبه، لكن انا عايز اقول برضو ان احنا محتاجين مبادرات جديده ورؤى جديده وصلت ببرنامج كبير نسوق في مصر الحديثه، نعمل اعلام جديد باحترافيه نتكلم فيه على الامكانيات والرؤى الجديده اللي نقدر منها نعمل ونعظم فيها القيمه المضافه لمصر. الحقيقه كلام كتير وعندي موضوعات كبيره جدا نقدر نتكلم فيها، لكن عشان الوقت انا بختصر. لكن دي العناوين الرئيسيه اللي تحدد رؤى المستقبل وكيفيه الانضمام الى الاقتصاد العالمي، لانه التنافسيه في المنطقه هتبقى حاده جدا الفتره اللي جايه وبتشترط شروط معينه للاستثمار في دول معينه، احنا هتهرب من الاستثمارات دي. ارجو ان العنصر البشري ياخذ عنصر جديد، والحكومه تحتفل معانا بمؤشرات العنصر البشري والتكنولوجيا المصريه الحديثه كمؤشرات اللي هي بتتاخذ في تقييم الاداء في مصر. وشكرا سياده الرئيس.